وَمَا
يا تؤمن ذريتي بواسطة
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله وما يخفى على الله من شيء الأرض ولا في السماء الحمد لله.
وما الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل now.